من ذا يظلل قلب هذه الأرض حين يموج حزن الكون في شفة السحاب؟ من ذا يقاسمني هموم البحر حين البر تفجعه تفاصيل الخراب؟ ما أحزن التنهيد في وجع البنفسج حين يومي في المساء مودعا شمس الغياب؟ ما أجمل الصبح الذي يؤوي تباريح الوجود ويبتغي أملا يفلسف بسمة حرة على أمل الإياب. أهلا بكم. في عالم تتراقص فيه الحروف على أوتار الجمال، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معلمون مبدعون، والذي اعتدنا أن نلتقي من خلاله بقلوب نابضة بالحب وعقول فياضة بالمواهب التي تغرس في الناشئة بذور الإبداع. في كل حلقة نغوص في بحور الإلهام ونعبر جسور التميز لنكتشف سويا كيف يتحول التعليم إلى رحلة ساحرة ترسم ملامح المستقبل مع معلمين لم يكتفوا بأن يكونوا قنوات للعلم فقط، بل اختاروا أن تكون لهم بصمة مميزة ورؤى متفردة حاملين رسالة النور والعطاء. ضيفتنا في هذه الحلقة الشاعر نبال أحمد ديبة. أهلا وسهلا بكم وبها. أهلا بك. أهلا بك دكتور، وصباحك خير، واسمحوا لي أن أصبح عليكم بقصيدة ببيتين. تفضلي. نظرت إلى الشمس عند الصباح فكانت تردد بعض الكلام، فهبت علي هناك رياح عليها بريقات ورد الخزام. حملت كفوفي التقطت قليلا لأي رأيت عليها شروط الغرام. ركضت قليلا رجعت وراح فؤادي يغني الأيام. صباحكم ياسمين. صباحك ياسمين وصباحك جميل. شكرا دكتور. ونحن يعني نسعد دائما بضيوفنا، ولا سيما نبال أحمد ديبة، هي رمز للمرأة الشاعرة الإنسانة التربوية المناضلة. شكرا. ولك يعني باع طويل في العمل التربوي، إدارة روضة مدرسية لأكثر من 16 عاما، ومن ثم عمل أيضا في المضمار السياسي في يعني مهام مختلفة. وهنا نحن جئنا نحتفي بشاعرية نبال أحمد ديبة، وماذا نهلت من كل هذه المواقع والمفاصل الحياتية التي مرت بها. فنقول، ما الذي ألهمك نظم، أو ما الذي ألهم نظم قصائدك الأولى، ولا سيما أنك كتبت في سن مبكرة؟ نعم دكتور، أعرفكم عن نفسي. نبال أحمد ديبة من اللاذقية، درست في مدارس دمشق وجامعتها، نهلت من علومها. طبعا تفرغت للشعر منذ سن مبكر، فمنذ المرحلة الإعدادية ومن ثم الثانوية بدأت عندي تظهر بوادر كتابة للشعر، فبدأت بكتابة الومضات ومن ثم القصص القصيرة. وعندما أصبحت في المرحلة الجامعية وقرأت الشعر الجاهلي والمعلقات، فاستهوتني هذه الأشعار وبدت أكتب بعض الأشعار. تمام. إذن بذور الموهبة بدأت مبكرة، حتى وإن كان المبدع يعني يكتب بطريقة متواضعة قد يراها الآخر أنها محاولات بسيطة، لكن طالما أنها تمثل في يعني مخيلته أو في نفسه يعني ملامح لقصيدة ما أو لعمل إبداعي ما، فلا شك أن هذا الأمر سيتبلور. يعني القارئ اليوم المتلقي لا يأبه، المتلقي دائما يأبه، يعني يريد ما هو مثالي دائما، يريد تجربة ناضجة دائما. قلائل هم الذين ربما يأخذون بيد الناشئ في بداياته الأولى، ولكن إيمان المبدع بنفسه هو الذي يجعل منه يعني مطورا لهذه التجربة فيما بعد، التي تنضج وتظهر للعلن فيما بعد. ما هي علاقة نبال أحمد ديبة
إن قلت لن أقول الشاعر، سأقول بقى لأحمد ديبا مع الشعر. نعم وهل تجدين أن هناك ثمة علاقة أو لحظات معينة ترين نفسك فيها أكثر إلهاما؟ يعني ما الذي يثير شاعرية نبال أحمد ديبا؟ نعم دكتور، الشعر موهبة ربانية، وأنا عشقت الشعر وأطربتني حروفه، فالشعر كلمة وثقافة ورسالة نبيلة، يجب علينا أن ننمي هذه الموهبة. أنا أعتبر نفسي هاوية ولست شاعرة أولا، وكلماتي المتواضعة هذه نثرتها على صفحات التاريخ البيضاء لأقرأها من يحب أن يطلع عليها أو يقرأ ما أكتب أنا. فأنا كلماتي بسيطة ومتواضعة، ولكن إن شاء الله سأطورها بالمستقبل. يعني جميل منك تقولي أنا يعني موهوبة أو يعني نعم. مبتدئة كما يحلو لك أن تقولي، لك مجموعتان ليس نعم. كذلك؟ بالإضافة إلى المنشورات في الدوريات والصحف العديدة نعم. المجموعتان هما طبعا أنا أشارك بكافة المراكز الثقافية على مستوى القطر العربي السوري، وخاصة في دمشق وريف دمشق واللاذقية، ولي مجموعتان شعريتان بعد أن طبعا جمعت كل أعمالي في المرحلة الماضية ونسقتها، والحمد لله لي مجلدان الآن هما أسماء في أسماء لامعة في سماء المدينة ورسائل ممهورة بضوء القمر. والديوان الثالث إن شاء الله قريبا سيطلع إلى النور. تمام. التجربة التربوية إدارة وتعليما ماذا قدمت، ونحن في رحاب معلمون مبدعون، ماذا قدمت التجربة التربوية إدارة وتعليما ومتابعة لنبال أحمد ديبي؟ نعم، في بداية عملي أنا كنت كمربية ومديرة لروضة أطفال لمدة 16 عام دكتور. طبعا هذه السنوات الطويلة صقلت نفسي وجعلتني أخوض مع الأطفال مرحلة طويلة من الحب والتفاني والعطاء، فأنا تعلمت من الأطفال الكثير وأخذت منهم كثير وعلمتهم وعطيتهم الحب والحنان، وهذا ما صقل أيضا موهبتي الشخصية. ومن ثم ارتأت القيادة السياسية أن أعمل في المجال السياسي، فكنت عضو قيادة شعبة في شعبة في الكسوة، ومن ثم انتقلت إلى الرقابة والتفتيش الحزبي، وآخر خدمتي كانت في فرع اللاذقية، وأنا الآن متقاعدة أمارس هوايتي الأدبية. جميل. ما دمنا نتحدث عن المضمار السياسي وعن مهامك، الوطن حاضر لدى كل المبدعين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كيف ترى نبال ديبا الوطن وبأي مبور فلسفة جراحه؟ نعم دكتور، الوطن غالي وكلنا نحب الوطن ونعشق الوطن وتغنينا بالوطن، ولكن بلدنا وفي الفترة الأخيرة في السنوات الماضية القليلة تعرضت بلدنا لحرب ضروس عانينا منها الكثير وآلام ومآسي كثيرة، هذا مما دفعنا للكتابة، وكتبنا بألم أيضا بحروف حزينة عن الوطن، ونتمنى بإذن الله أن تعود سوريا كما كانت بخير وعافية إن شاء الله، تعود أجمل مما كان إن شاء الله. إلى بلدي نعم. نستمع إلى قصيدة. نحن كتبنا قصائد كثيرة للبلد، ولكن أنا سأقدم هذه القصيدة الآن. نعم. إلى صورة رسمت باليد على شفتي من لمى الموعد، أمد ذراعي مساء وما أكاد أرى معبرا للغد، فيا روضة الحب إني هنا أتيت أصلي لزهر الندي، فضمي شفاهي إليك ففي شفاهي مذاب لكل صدي، وحق الزهور التي أرضها ثيابي بلون الضحى ترتدي، سأبقى هنا عاشقة وردها فيا شمس مري بها واسجدي، فيا عاشقي سر إليها معي ونادي عن الروح لا تبعدي، أنا اشتقت حتى وقلبي هفى، فيا روح حبا لها رددي، هتاف انتسابي لها طالما هي الخلد حتى بها سؤددي، لبست لها بدلة لونها بديل لثوب الهوى الأسود. جميل شكرا. جميل
نتمنى أن نلبس لها دائما ثياب الله يخليك. الفرح، ثياب الزهو، الله ثياب الورد إن شاء الله. كمان في عندي قصيدة سمحتك، يعني مقطوعة صغيرة ممكن أقولها للبلد بعد الاتصال. نعم، لا يمنع، لكن معنا اتصال. نعم. سماهر سليمان الزميلة المدرسة والشاعرة. ألو، يا هلا، أسعد الله صباحك سيدة سماهر. صباح الورد يا هلا، مرحبا بك في برنامجنا معلمون مبدعون. هلا وأنت هلا. أيضا من نسيجنا التربوي الذي نعتز به، ويعني ماذا يمكن أن نضيء على مسيرة السيدة نبال أحمد ديبة المهنية والأدبية. صباحكم خير ومحبة، من زبل صافون الراسخ إلى زبل قاسيون الأشم، أبعثها تراتيلا من جبال اللاذقية المباركة إلى مآذن دمشق وكنائسها المعانقة بأصوات أزرافها قبب السماء. صباح البحر والنوارد، صباح المحبة والسلام، صباحكم شعر. أن تكون شاعرا يعني أن تقمص الجمال بكل إحساس وتجسده بمفردات شاعرية تحتل مكانها في القلب. وكيف إن كانت الأنثى هي الشاعرة؟ يعني عليك أن تنصت إلى كلماتها، تسافر معها على أجنحة الخيال، تغوص في بحر مداركها، تعانق بكاءها، حزنها، سعادتها، نشوة الأماكن التي ترتادها قصائدها. فما بالك إن كانت تلك الأنثى الأستاذة نبال ديبة، فهي الأم والأخت والمربية والعاشقة، ابنة لاذقية المحبة، أترفها جمال الطبيعة ورائحة الطيب التي تنبعث من جبالها ووديانها المباركة وآلمها وجع بلادها، فاستنطقته حبرا ومدادا لا يهدأ، كما لامس قلبها أغاني أبنائها وأسفار العشق التي ترتاد بحرها وشاطئها اللجوردي. لي عهد بها بما تكتب، أرافقها في أسفار عشقها، فتارة أراها تتباهى ببستان الكبرياء كعاشقة مدللة تنقش فستانها بأجمل الكلمات العشق والدلال، وتارة أراها تطلق سهام العتب والملامة بغنجها للحبيب الذي ربما يشهو قليلا عن مشاكسة كلماتها الشاعرية. نعم. نبال ديبة صاحبة الكلمة والمواقف النبيلة، تعري غصن الجمال وتلبسه وشاح أنفاسها وشاعريتها بكلمات معبرة وراقية، كلماتها شفافة تلامس الواقع وتذهب بخيالنا إلى أماكن بعيدة. جميل. تستخدم أسلوب الانبهار وكأنها تسقط الضوء على مكان الروح وانفعالاتها. تمام. في الحقيقة يعني هذا الذي تفضلت به هو قصيدة بحد ذاته، يعني كما يقال يعني شعر على شعر وشعر عن شعر وشعر لشعر. شكرا لك لهذه الإضاءة الكريمة سيدة سماهر. شكرا. نأمل أن تكوني يعني أنت زميلة مدرسة أيضا وشاعرة. لا شك أننا نسعد أن تكوني ضيف البرنامج معلم مبدعون ذات يوم. أتشرف بكم. شكرا لك. شكرا. والامتنان لكم أسرة التربوية السورية. شكرا دكتور مصطفى الحسون. شكرا لك. لما تقومون به من تسليط الضوء على أصحاب الكلمة الراقية وصناع الشعر. بوركت مساعيكم المضيئة. شكرا. شكرا لك. شكرا. شكرا لكم. شكرا. في الحقيقة ما تفضلت به ويعني قصيدة. نعم. هي مميزة الأستاذة سماهر بشعرها. يعني تحدث عن مسيرة نبال علي أحمد ديبة وهواجس نبال أحمد ديبة، ويعني أين ذهبت شعريتها، في أي اتجاه ذهبت، وماذا تريد، ما رسالة نبال أحمد ديبة في الحياة.
وكما نقول دائما الاتصالات دائما يعني تضفي مساحة وافية من النور تحمل عن الحلقة كثير من الأعباء من خلال التكثيف والاختصار الذي يعطي بهذه الومضات السريعة انطباعات وصور عن الضيف بالإضافة لما يقدمه الضيف بنفسه للجمهور الكريم. نعود إلى بلدي ونستمع منك لنص. سامع صدى بيخبط بواب المدى، عطره عالدني ندى وينده، يا أحباب الوطن عودوا، بدم الشهيد تعطر الزيتون، ورجع الأمل يرسم نصر العيون، للدم هان وللأرض بتهون، والروح شو بترخص لعينيا، يا كون يا كون اشهد هيدي هي سوريا. جميل. دكتور كمان أنا بكتب لهجة عامية كمان يعني. تمام يعني نعم. الشعر شعر محكي. تمام الشعر محكي وقصيدة. نعم. شوف بلاقي حالي في أكثر يعني كون له كلمة صادقة. عموما يعني كثير من قال إن القصيدة هي من تختار لبوسة. نعم. يعني لا يمكن أن يقول الشاعر إنني سأكتب لهم قصيدة يعني عمودية على النمط الكلاسيكي يعني، أو أنا أقصد الكلاسيكي هنا بالمضمون إنما بالشكل، أو قصيدة التفعيلة أو القصيدة المنثورة أو المحكية، وإنما الحالة الإبداعية التي تفرض ذاتها. نعم. كتبت نبال أحمد ديبة في موضوعات متنوعة، الحب، الشوق، الأم، الفقد، الأمومة يعني. هل هنالك موضوع تعتقدين أنك أكثر إجادة له؟ يعني يكتب الشاعر عن كل ما يشعر به. نعم. ولكن الإجادة موضوع آخر يعني. نعم. هناك رضا ذاتي، رضا داخلي. نعم. من الأديب حول كتابته، أحيانا تكون كتابة متنفس. نعم. يعلم أنه يعني أفرغ ما بجعبته من 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 يعني مخزون عاطفي تجاه قضية ما، ولكن قد لا يكون بالضرورة راضيا عنها إبداعيا. أين تجد نفسها نبال أحمد ديبة في مواطن الإجادة وفي أي موضوعات؟ نعم دكتور، هلأ أنا أكتب كافة أنواع الأدب تقريبا، أكتب القصة القصيرة وأكتب الومضة وأكتب الخاطرة وأكتب الشعر المنثور، ولكني مقلة في الشعر الموزون. طبعا أنا ألاقي نفسي أكثر شيء بالخاطرة، فهي مع العلم أن كثير من الأدباء والنقاد لا يرونها شعرا يعني، مع العلم أنها تتوفر فيها كافة أنواع وعناصر الشعر ما عدا أنها غير موزونة. ففي الخاطرة أنا أرى نفسي أكثر، فأرى قلمي يركض ركضا كي أكتب في الخاطرة. في الخاطرة فيها مساحة واسعة للبوح الجميل دون قيود يعني، أكتب براحتي، أكتب وأعبر وأبوح بشكل تلقائي، فلا شيء يمنعني. ولكن الشعر الموزون يحتاج إلى ضبط قافية وإلى أوزان وكذا، فأنا أرى نفسي فعلا في الخاطرة. يعني هي يعني الحجة أو القناعة التي تسلح بها البعض. نعم. بأن الشعر كما قلت الموزون يعني يحد أحيانا من الحالة الانفعالية لدى الشاعر، حالة. نعم. إبداعية، فقد يرى نفسه في نمط آخر. وهذا موضوع يعني مثار الجدل واسع حول قصيدة الشعر. نعم. المنثور، لكن يعني هي صراع ما بين الاستسهال، ما بين أنها هل هي استسهال أم هناك التزام بالضوابط. موهبة، لا شك. موهبة. هناك أعلام موهبة. يعني أنا أرى نفسي كبيرة في الخاطرة، هناك أسماء كبيرة يعني رسمت يعني طرق واضحة في عالم قصيدة النثر، ولا يمكن أن يعني يتجاهل ذلك. ولكن كما قلنا هي مسألة يعني تبادل آراء يعني. نعم. لا نقول صراع، وإنما حالة يعني تبادل آراء حول هذا الأمر، ومن ينتصر له ومن لا ينتصر، ولكل يعني حجته. ولكن الساحة الأدبية تسخر بالحالة الإبداعية لدى الكثير من الأسماء في كل الجوانب التي نتحدث عنها. نعم. هناك يعني الغث وهناك السمين كما يقال. حتى في المنظوم يعني الكلاسيكي التقليدي هناك قصائد كلاسيكية بكل معنى الكلمة، شكلا ومضمونا. نعم. وقد لا تقدم انتصارا للقصيدة العمودية، وقد لا تضيف ما يمكن أن يجعلها مقبولة ومحببة لدى القارئ اليوم، لدى الناشئة أو لدى المتلقي اليوم. وعلى العكس تماما، هناك قصائد بقدر ما هي حداثوية، بقدر ما تحمل رسالة تحاكي يعني تطلعات الحاضر بخلال يعني ما يتناسب مع واقع اليوم، وتؤدي الرسالة التي يريدها لها أصحابها.
عنوان ديوانك الذي ذكرته قبل قليل أو أحد ديوانك، رسائل ممهورة بضوء القمر. القمر، هذا العنوان يحمل في طياته عمقا شعريا لا شك ورمزية واضحة، فكلمة رسائل تشير إلى التواصل للتعبير عن المشاعر أو الأفكار، مما يوحي بأن المحتوى يتضمن قصائد تعبر عن الحب أو الشوق أو ما يرسل بين الأرواح، كما أن كلمة ممهورة توحي بأن هذه الرسائل ليست عابرة بل تحمل قيم ومعاني راسخة، بينما يشير ضوء القمر إلى الجمال والغموض في آن معا ويرمز إلى الأحلام والرومانسية. ما الجانب العاطفي الذي رغبت نبال أحمد يبا في تسليط الضوء عليه في هذا الديوان، وكيف يعكس ضوء القمر المشاعر التي تناولتها؟ نعم دكتور، فعلا هو ديواني رسائل ممهورة بضوء القمر هو عنوان لقصيدتي التي أسميتها به، وهو يضم مجموعة كبيرة من القصائد طبعا عاطفية واجتماعية ووجدانية وللوطن، لذلك سميتها رسائل ممهورة بضوء القمر، ليكون القمر شاهدا عليها ويسلط ضوءه عليها ويختمها بختمه أيضا. نعم. فأنا كتبت قصائد، مجموعة من القصائد في هذا الديوان، وهي متنوعة وهي صادقة، لذلك شعرت أني أنا كي أكون أسلط الضوء على هذه المجموعة بصدق بتسليط الضوء على القمر. يعني دلالة القمر في الحقيقة تحتمل يعني النقيضين. نعم. يعني القمر يظهر مع الظلام، وبالتالي هناك شيء من السوداوية، والضوء هو رمز للأمر والتفاؤل. نعم. فهذا الأمر يعني هل تركتي هذا الأمر للقارئ أم أنه عبر في الحقيقة عن مسألة يعني ذاتية في فكر وفي روح نبال أحمد إيبا؟ تركت هذا الشيء للقارئ طبعا، لأن بلدنا، أنا كتبت قصائد وطنية في الديوان طبعا عما عانت به بلدنا من معاناة وشهداء وسكالة، فهذا الأمر تركته للقارئ يبحث في مضمون القصيدة ويعرف لماذا أنا أسميت هذا الديوان بهذا الاسم. يعني وكأنه يحمل الألم والأمل في طياته. نعم، الأمل والأمل بنفس الوقت. في نعم. ذات الوقت. حيث كتبت في للأم كمان وللحبيب ولأبنائي، يعني كان ديوان شامل. تمام، عبرت بخلاله نبال أحمد إيبا عن كل هواجسها. نعم. المتنوعة. وهذا التنوع يعني لعل الوحدة الموضوعية في هذه القصائد المتنوعة التي ذهبت في كل اتجاهات هو مسألة الألم والأمل. يعني نعم، كأوراق الخريف التي تتساقط، وتحت هذه الأوراق هناك بر عمون جديد ينتظر فرصة الحياة مرة أخرى في دورة الحياة القادمة. تمام. يعني في الحقيقة يعني هذه المجموعات على كل يعني عنواناتها لا شك أنها توصل رسالة واضحة، تقول يعني تريد نبال إيبا أن تقول للحياة للناس ما تقول. معنا اتصال أيضا، الشاعرة لطيفة قطيف فارس. قطيف. قطيف فارس. قطيف فارس. نعم صدق. ألو. ألو. مرحبا بك الشاعرة قطيف فارس. أهلا وسهلا. أهلا. ومرحبا بهذا الاسم الجميل الموحي. الله يخليك يا رب. أهلا بك في برنامجنا معلمون مبدعون، ولابد أن تقدمي يعني إضاءة أيضا تزيد من مساحة النور في مسيرة وحياة نبال أحمد إيبا. الله يخليك يا رب. صباح الخير. هنيئا لسوريتنا الحبيبة التي أثبتت للدنيا أنها بلد الفكر والجمال والشعر والبطولة والعطاء، بلد الياسمين الذي عطر الأرواح والقلوب منذ بدء التكوين، سطعت أغاني الحب والجمال في هذه الأرض الطيبة الطاهرة، أغاني الفرح والصمود المكتوبة بمداد القلب وبأحرف من نور على لسان أبنائها، فسال المداد في يراء الجمال يراء الأستاذة الشاعرة الإنسانة نبال إيبا. نعم. شاعرتنا الغالية، الأم المعطاءة، المربية الخلوق، شاعرة الوجدان والإحساس والوطن، حرفها له وقع الحب في القلوب، تخاطب الإحساس في النفوس الطاهرة بكل الصدق،
طبعا الأستاذة نيبال شاعرتنا الحبيبة درست في جامعة دمشق كلية الآداب قسم اللغة العربية. نعم. فإذا لها باع من العطاء في مجال التربية والنشاط السياسي، لأنها المرأة المفكرة عقلا وعقيدة وعاطفة. كتبت الشاعرة نيبال ديبة للأمومة، للحب، للبحر، لكل همسة تسكن الأرواح، لكنها في حبها للوطن كانت الشهد والعسل بلسان سيف الحق والحب الصارم. نعرفها شاعرة لها من النشاطات ما تستحق عليه كل المحبة والاحترام، لها مشاركات مع شعراء من الوطن العربي، وهي كما نعرف وكلنا يعرف هي عضو فعال في أغلب الملتقيات الأدبية السورية والعربية، ولها مشاركات في دواوين عدة كأغاني إشتار وملوك الياسمين وديوان أمارج العراقية أو العراقي وأسماء لامعة في سماء المدينة. ديوانها رسائل ممهورة بضوء القمر نال إعجاب الجميع. وبكل احترام لا يسعني إلا أن أقول الشاعرة نيبال ديبة هي الإنسان الساكن في قلوب كل الناس، تكتب بكل الصدق وبكل المحبة وبكل العطاء. جميل. لها منا كل الاحترام والمحبة. شكرا، شكرا لك. ونحن يعني سعداء اليوم أن المتصلين كان أقرب إلى الشعر من النقد، فطغت هذه الروح الشاعرية في يعني حديثك وحديث المتصلة السيدة سماهر. شكرا لك أستاذة قطيف على هذه الإضاءة الجميلة وهذا التوصيف الشفاف والشاعري. شكرا. وكل الشكر لكم أستاذي الكريم، مع تمنيات طيبة بعطاء لا ينضب لعطرنا الياسميني الشامي. شكرا. الله يخليك. شكرا. شكرا كثير. شكرا. يا أهلا. يا أهلا. في الحقيقة يعني كما قلت نحن محظوظون اليوم أن الجانب الشعري طغى. نعم. على يعني جاء نقدا شعريا بامتياز. مع العلم كلهم مربيات ومدرسات يعني قديرات في مدارسهن، ولكنهن شاعرات يعني قديرات. نعم. جميل. نيبال أحمد ديبة أم والآن جدة. نعم. وقبل ذلك، قبل هذا وذاك، يا إنسانة مرة فتعيش الوجود بوجدانها. هل انقسمت مشاعرك بين الأم والجدة؟ وإلى أين تقودك عاطفتك اليوم في هذا يعني النسيج الأسروي؟ نعم فعلا أنا أم لأربعة أولاد وحفيدة لأربعة أحفاد، ولكن حب الأحفاد يوازي حب الأولاد، وهم أيضا يكونون حافزا لي للكتاب أحيانا بشغبهم بفرحهم بدلعهم، أخذ منهم الكثير من الحب. وليعلمك دكتور كمان ابني أسامة الكبير وأولادي جميعا هم يحفزوني على الكتابة دائما، وهم يعطوني فرصة ومساحة كبيرة للكتابة والعطاء بتوجيههم بإيجاد المكان المناسب بروحهم الطيبة بعطائهم بمحبتهم. الحمد لله على كل شيء. جميل. يعني لهم أيضا اهتمامات. لهم اهتمام. نعم. أجلس أنا وابني أسامة ونكتب قصيدة أحيانا. جميل. نعم. يعني هذا عامل لا شك. وابنتي لارا كمان خريجة لغة عربية وتكتب الشعر كمان. جميل. نعم. جميل. يعني نستطيع نقول إن المحيط يعني الجو العام الأسروي مفعم بالأدب. يعني هذا الحالة الأدبية والإبداعية. إذا نيبال أحمد ديبة هي أم وجدة وكانت ابنة قبل ذلك، فماذا قالت لأمها في نص أمي يا نبع الحنان؟ نعم. الذي أمي والحنان الذي لا ينضب. نعم. نعم. كتبت قصيدة لأمي، أمي الله يخلينا إياها عمرها 87 عام وهي الله. ما تزال بصحتها الحمد لله وعقلها عمرها. وأنا الكبيرة لديها وأحبها جدا، وفي كل عيد أم أبكي كثيرا لمشاعري تجاه، أحسها صديقة لي يعني، وعاني ما تعاني. إذا مرضت أمي أمرض أنا، لذلك أكتب لها بصدق ومحبة وشفافية. نتوجه لها بالتحية ودعاء. جزاك الله دكتور. أن يعني يمدها الله بموفور الصحة لله. والعافية. شكرا. وأن تتابع نجاحات ابنتها. شكرا. تكون أيضا عاملا يعني محفزا ومساعدا للاستمرار. الله يخليك دكتور. وزعت نفسي طبعا خاطرة، وزعت نفسي على محرابي خشوعي
في مواعيدي صلاتي لك يا أمه، وزعت مكامن اشتياقي على قمم الذكريات التي تضمني إليك صغيرة ويافعة، لأشتم عطر نسائمك مع تباشير عيدك المقدس يا أمه. أمه إن الميمة وهي تضم شفتي على لفظ اسمك تضم أشرعة قلبي التي تبحر في خضم التبتل والتضرع إلى الله، لأن تبقي عظيمة كما أنت كنزا للحنان، دوحة نتفيأ بظلالها من هجير الغربة والوحشة. أمه أشد الوريد الذي يصلني بأبنائي فأجده متجزرا مع وريدك الذي كان يعطيني نسغ الحياة. نعم. علميني أمي أبجدية الوفاء لأعرف ماذا أكتب لك، وأنت القاموس الذي لا تهترئ صفحاته مع الزمن. أماه تركت قلبي لينوب عني لخطابك ولمناداتك، فإليك قلبي الذي يفيض دفئا في حضنك ومن ساعديك اللذين كان أرجوحة التلذذ في الطفولة، ومن ثم صارا السند الأكبر للنهوض نحو المستقبل. أماه عذرا إذا كنت عاجزة عن رد الجميل لك، فأنت العطاء الذي لا يجاريه الغيم. أقبل يديك يا أمي لتسبح مهجتي في طهرهما، أقبل رأسك لأتعلم إن هامة الأم هي أعلى من أي جبل. حبيبتي يا أمي قولي لي ماذا أفعل لتبقي وردة لا يطالها الزبول. أحبك يا أمي. جميل. ونحن بدورنا أيضا نتوجه بالتحية مرة أخرى لوالدة السيدة نبال أحمد ديبة وللأمهات جميعا. شكرا دكتور. وللأمومة على بكل تفاصيلها، حتى الأمهات الراحلات، قلنا الأمهات لا يرحلن، الأمهات لا يرحلن على الإطلاق، حتى من غادرنا منهن الحياة لا يرحلن أكيد بلا شك. نعود إلى النقد، وكنا يعني خلال اتصالين طلعنا على وجهات نظر من المتصلات أو المتصلتين حول أدب وتجربة نبال أحمد ديبة. تعلمين أن الأدب والنقد يعني حالة تلازم، يعني كما نعلم في الأدب والنقد متلازمان. كيف تتعامل نبال أحمد ديبة مع النقد؟ نعم. وأنا أقصد هنا السلبي أكثر من الإيجابي. نعم نعم. طبعا النقد، الأدب والنقد هما عنصران متلازمان يعني، ونحن كأدباء وكشعار يعني لازم نتقبل أي نقد سواء كان سلبي أم إيجابي، ولازم يكون كمان تسليط الضوء على النواحي الإيجابية لتعزيزها ورفضها، وتسليط الضوء أيضا على الأمور السلبية لتجاوزها. فيجب إعطاء الحق في تسليط الضوء على هذه الثغرات وتعزيزها. تمام. يعني هل ترين أن المجاملة أحيانا قد تفسد؟ نعم المجاملة لا تفيد، لا تفيد أبدا، فهي تضر الكاتب بشكل عام، يعني أحسها غير صادقة هذه المجاملات. يجب أن حتى لو سببت شيء من الألم المفروض أن نتكلم بشفافية وصدق، ونعزز الأمور الصحيحة ونكرسها، وأن نقف عند الأمور السلبية و نحاول أن نتجاوزها. نعم. يعني قد يعبر الرأي الإيجابي عن فرد معين، نعم، وبالتالي هذا الرأي قد لا يكون عاما، ولكن الرأي السلبي من باب الاحتياط نقول قد يعبر عن شريحة أوسع. لذلك عندما نأخذ نحن بهذه المحاذير، ويضع الكاتب يعني مهما حرص، مهما كانت الحالة الإبداعية حالة يعني انسيابية، حالة فطرية، حالة عفوية، لا بد أن يكون وضع في ذهنه مسبقا معايير النقد. نعم. الذي قد استمع له ربما لا يخصه هو، ربما يستمع لنقد يخص غير. نعم. يعني إنتاجه، ولكن يبقى هذا الأمر عاملا محفزا على تطوير الأداء وعلى طبعا تطوير التجربة وعلى تقديم ما يراه يعني المجتمع الثقافي مقبولا. نعم. ومناسبا. وهناك حالات إبداعية تكون يعني تفرض نفسها بطريقة يعني لا يمكن أن تلتزم فيها أو تنضبط. هناك حالات إبداعية قد يجد المبدع نفسه أمام
يعني قيود ربما تحد من حالة يعني الدهشة في داخله. نعم. هناك من يلجأ أحيانا، يقول لنا بعض الزملاء عندما يلجأ لتغيير لفظة ما لسبب نحوي أو عروضي، يرى أن هناك وهجا قد خبى، يشعر أنه انطفأ. يعني تمام، أنه عندما ألجأ نفسه إلى هذا القانون النحوي أو العروضي، ونحن هنا لا ننكر هذا الأمر، على العكس نحن ملتزمون به، ولكن نتحدث عن حالة إبداعية، أن هذا الأمر ربما الفكرة التي انسابت في داخله جاءت هذه الدفقة، قد حد منها هذا التقيد. فهنا عندما يضع الكاتب سلفا معايير النقد ومعايير النحو ومعايير العروض، تكون هذه الدفقة منسجمة متناسبة. وهنا يعني من خلال ذلك نميز بين الشعراء الكبار. هنا نقول هذا الشاعر عملاق، وهذا الشاعر كبير، وهذا الشاعر قطعة متفلتة من العصر العباسي. عندما نقول عن شاعر حديث كالجواهري مثلا، هو قطعة متفلتة من العصر العباسي، هذا يعني أننا أمام شاعر مجيد. هذه الدفقة جاءت منسجمة متوازنة يعني متوافقة مع الضوابط النحوية والعروضية وكل ما يمكن أن يرسم ملامح هذا. نعم دكتور. الإبداع. معنا الاتصال، في الاتصال الشاعر محمد محمد. ألو. ألو. أسعد الله صباحك الأستاذ أحمد محمد. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا محمد محمد، مرحبا بك في برنامجنا، هذا الاتصال الثالث معنا، الذي يعني أسعدنا ما تفضلت به الزميلتان حول تجربة نبال أحمد ديبة، وننتظر أيضا المزيد منك أستاذنا الكريم. هناك مشكلة في الصوت أستاذ. الشبكات عندنا بالبلد. تفضل تفضل، أصبح الآن مناسبا. نعم. ما كل من حمل الكتاب مثقفا. نعم. ما كل من حمل الكتاب مثقفا، ولا كل من قرأ القصيدة شاعر. نعم. ولا كل من زار المعابد مؤمنا، ولا كل من هجر المساجد كافر. أتمنى أن يكون مدخلي معكم شيقا جدا، وخاصة مع الأديبة الراقية المربية الأخت نبال ديبي. نعم. نبال التي قرأت لها العديد من مشهوراتها وجمعتها لها في ملف، أعتقد هو قيد الطباعة إذا لم يكن قد نفذ الطباعة، نفذ طباعته. ماذا أقول عن نبال ديبي؟ السيدة الهادئة الراقية التي تعرف أين تضع الحرف وتجمع منه باقة ورد وتنثرها في الفضاء الرحب. تحياتي لك ولها. شكرا لك، ولا شك أن مقدمتك كانت يعني شيقة كما قلت، وتحملت يعني أيضا مضامين الجمال ومضامين رسائل الأديب في المجتمع، وبالتالي هي شرحت رسالة نبال ديبة جانبا من رسائلها التي تحدثت عنها في هذا الحوار، وقد لا نستطيع الحديث أو تغطية المحاور كاملة بسبب ضيق الوقت، ولكن دائما هي رسالة الأدب في الحياة، الأثر والتأثير. كل أديب يعني يحرص على الأثر، كل إنسان في الحقيقة بشكل يعني عام، على اختلاف يعني دور الإنسان في الحياة، يبحث عن الأثر، وهذا الذي بحث عنه القدماء من أيام حاتم الطائي إلى يومنا هذا، حين قال لزوجتي التي أرادت أن تنهره عن الكرم، يعني إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، أموية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، أي أراد أن يقول في البيت الآخر إن الذكر يذهب الإنسان ويبقى ذكره. فهذا الأثر الجميل هو أبرز رسائل الأديب في المجتمع والحياة. الشكر لك الأستاذ الشاعر محمد محمد، إضاءتك المختصرة والكثيفة في آن معا، شكرا لك. تحياتي لك. شكرا لك. جميل ما تحدث به يعني الزملاء. هو شاعر ارتجالي أستاذ محمد يعني، ويكتب محكي جميل، جميل رائع جدا.
نحن دائما وابدا يعني. شكرا استاذ محمد. يعني يقال لعل ما تفضل به كان ارتجالا. نعم. يعني راي القائل العنب يسود برؤيه بعضه. نعم. لعل هذه الحاله كانت حاله يعني تحفيزيه للاستاذ المتصل الشاعر محمد. نعود الى الوطن من باب اخر. نعم. الهم القومي. نحن كعرب نعيش اليوم. نعم. ما يجري على الساحة العربية بكل تفاصيلها بكل آلامها، الهم القومي والشهادة أيضا كانت واضحة بأبهى صورها ومتجلية وحاضرة في أدب نبال أحمد ديبة. نعم. ماذا يمكن أن نتحدث عن نحن طبعا في سوريا نحمل هم الوطن وهم الأوطان العربي كله، بلدنا والبلدان التي تحيط بنا كوننا عرب كلنا يعني، وما يؤذينا يؤذيهم. وفي غزة ألمت الجميع بالحرب الضروس التي تقيم عليها، والشعب والشعوب العربية كلها نائمة للأسف. أنا حز في نفسي هذا الموضوع وكتبت عنه، اسمح لي أن أقول يعني بشكل مختصر. نعم. أو يمكن أن نستمع إلى نص عن الشهيد. نعم. عن الشهادة كي نكسب الوقت. نعم. نعم. عن الشهادة. عن الشهادة. نعم. نعم. قصة قصيرة عن الشهادة. نعم. قصة قصيرة بعنوان يد ملائكية. مددت يدي لأصافحه بعد طول غياب، فجأة سقطت يده الاصطناعية. لم أنظر إلى وجهه، لكني نظرت إلى الأرض التي تحولت أمامي إلى مرج تتماوج فيه مواويل الكبر والفخار من اختلاج ما حملته، رغم أنها ليست بذات عروق، إلا أن عروقها بدأت تختلج بداخلي. سقطت يده الاصطناعية، فكانت أيدي الملائكة مكانها تستقبل التحيات من كل ما في الوجود. حضنته، ضممته إلى صدري، بكيت قليلا لأستفيق من كبوة الدهشة. أخذ شفتيه منديلا ليمسح ما جرى على وجهي، التصقت وأجنتي بأنامله. صرخت بأعلى صوتي: حبيبي. طبعا هذا الجريح الذي وترت يده ووضعوا له يد اصطناعية، أنا كتبت عن الشهيد الحي. نعم. جميل. يعني قصص يعني المحبة للوطن والتضحية. نعم. والفداء، قصص يعني عظيمة ويعني يزخر بها حتى تاريخنا. يعني نعم. التاريخ والحاضر يشهد في كل يوم وينبئ في كل يوم عن عظم هذه التضحيات وعن يعني ما قام به الأبناء. رحم الله الشاعر الذي قال يعني في في فيما معناه الشاعر يعني التي تحدث عن البطولات التي رسمت في هذه الأرض بسيوف الأبطال، فكم من البطولات التي رسمها الأبطال في هذه الأرض بسيوفهم بدمائهم. نعم. ومن قبل ذلك قال الشاعر إن الأرض تعطرت بدماء الشهداء أيضا. نعم. وقصص التضحية وما كتب عنها يعني في الحقيقة يعني فاض به ديوان العرب، ولا سيما في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف التي مر بها الوطن العربي. نعم. منذ بدء الاحتلالات والمستعمر إلى يومنا هذا ما تعاني منه بعض البقاع العربية. عودة إلى الشعر من جديد لنقول: كيف ترى نبال أحمد ديبة حال الشعر اليوم؟ بوصفك الآن نريد أن نقول بأنك ناقد الآن. نعم. لو أرادت أن تأخذ دور الناقد المتصفح لواقع الشعر اليوم. نعم. كيف ترى نبال أحمد ديبة واقع الشعر اليوم وفي ظل السنوات الأخيرة والمتغيرات؟ وماذا تحلم، ما الصورة التي تحلم بها؟ نعم. أو أن تراها أو أن يكون الشعر عليها في واقعنا طبعا كلياتنا كمبتدئين دكتور يعني نظمنا الشعر، ولكننا أكيد لن نصل إلى الشعراء الكبار الذين قرأنا لهم في دواوينهم، ولا أي شاعر يمكن أن يكون كأي شاعر من الشعراء القدامى. يعني إن هذه الملتقيات التي ظهرت والمراكز الثقافية التي ظهر من خلالها بعض الشعراء، نرى أنهم أحيانا يعني يسيئون للشعر للأسف، يسيئون جدا يعني، فهم ليسوا شعراء وإنما كلمات
اكتبونها والمنبر ومن يخرج على يطلع على المنبر أكيد الناس ستسمعه يعني، ولكن المنبر سيفرز الغس من السمين، هنا يظهر الشاعر الحقيقي. نعم نحن تحدثنا من قبل يعني دون نعم. أن ندخل في تفاصيل يعني نعم. محددة، أن في أي واقع هناك تجارب مختلفة يعني، ولكن أيضا المنابر كمان طبعا. أظهرت شعراء متمكنون طبعا. يعني ما نحن لا ننكر هذا الشيء، نجد تفاوت في بين طبعا. تجربة وأخرى بين طبعا، ونجد أيضا اختلاف يعني، كل يرى الأمور من زاويته طبعا، يعني هذا يفضل هذا الشاعر وهذا يفضل الشاعر الآخر نعم. هذا يفضل زاوية معينة في هذا الشاعر وهذا يفضل زاوية أخرى نعم. هي مسألة يعني تفاوت. اختلاف الأذواق والتفاوت نعم. ومسألة التلقي، ودائما المتلقي يصنع قصيدة أخرى نعم. يصنع قصيدة موازية أو عملا إبداعيا موازيا، سواء كان في القصائد أو في اللوحات أو في الرسم أو في كل مناحي الإبداع نعم. التي نراها في الساحة الثقافية والفنية على حد نعم. سواء. الشاعرة نبال أحمد ديبة كتبت الخاطرة نعم. وقد فزت أيضا بمسابقة نعم. الخاطرة في اتحاد كتاب العرب، المسابقة التي أقامت مسابقة الرواق العرب. نعم. تمام في سوريا. هل وجدت نبال ديبة أن كتابة خاطرة تختلف في إلهامها عن كتابة الشعر، وهل تجد أن الخاطرة تتيح لك مساحة أكبر من الحرية؟ نعم. وقد ذكرت ذلك في ثنايا حديثك الأول نعم. ولكن نعود لنقول مرة أخرى، على صعيد المضمون الموضوع وعلى صعيد يعني الموضوعات أو على صعيد الموضوع الواحد، كيف يمكن أن تقدم الخاطرة مساحة من الإبداع لنبال أحمد ديبة؟ نعم دكتور، الخاطرة أنا أرى نفسي فيها أكيد، أكتب بحرية، أكتب بعمق، أكتب بتجلي، بشفافية، أحب الكلمات المميزة بدون قيود، لذلك أشعر بالراحة التامة عندما أكتب الخاطرة وركز عليها. وقد وأخيرا منذ فترة كانت هناك مسابقة للرواق الدكتور عبد الحكيم عبد القادر عبد الحكيم، وطبعا فازت، أنا شاركت بالمسابقة وفازت خاطرتي بالمركز الثالث، وقد كرمنا الدكتور محمد الحوراني وأنا بدوري أوجه له التحية. أوجه التحية نعم. وأيضا رئيس اتحاد نعم. الكتاب العرب في ومهما سوريا. جرى أنا لن أغير، لن أكتب إلا الخاطرة وبعمق وبصدق لأني أرى نفسي بها، مع العلم انتقاد الكثيرين أنه لازم أنت تغيري تبدأي تكتبي شعر عمودي وشعر نسر، أنا أكتب النسر ولكني أحب الخاطرة وأركز عليها. جميل، عن ماذا تحدثت الخاطرة التي فزت بها؟ كانت عن بداية عام جديد ولكني لا. جميل، لا نعم. لا مشكلة لا مشكلة نعم. إذن يعني كما قلنا يجد نفسه الكاتب في مضمار ما نعم. دون سواه، حيثما تأخذه حالة الدفقة الشعورية لديه نعم. وبالتالي يرى نفسه أن المهم أن يبدع وأن يرى نفسه مبدعا في أي جانب سار أو إليه تمام. نبال ديبة خاضت المعترك السياسي نعم. كما أستثنى في المقدمة، بعد سنوات طويلة من إدارة روضة أطفال، إلى أي حد عبرت بشاعريتها عن ذلك؟ نعم، أنا كنت سعيدة جدا عندما مارست عملي أولا مع الأطفال، أخذت منهم الكثير والحب وأنا أعطيتهم الحب أيضا، ولكن عندما دخلت المعترك السياسي وناضلت من أجل المرأة كنت سعيدة جدا لأني وقفت مع المرأة وكنت معها في كل شيء. هذا نضال طويل أكيد، و ماذا أقول لا أعرف، لأنه طيب. فعلا كنت سعيدة بهذا العمل جدا يعني، والحمد لله نجحت بعملي يعني. تمام، نحن كنا سعداء في هذا اللقاء، في هذا اللقاء الذي يبقى قصيرا مهما ابتدت نعم. دقائقه، ولا يمكن أن يفي دائما يعني ضيفنا حقه. كنت معنا نبال أحمد ديبة، مربية، معلمة، شاعرة، سياسية، مناضلة لم تتنكر لواقعها، لوطنها، لقوميتها، لأنوثتها، عندما تحدثت أيضا في نضالك عن واقع المرأة بشكل عام. نتمنى لك المزيد من التوفيق، ونحن نعلم أن الحياة لا تحدها حد، الإبداع ليس له حدود، والحياة لا تتوقف لا بالتقاعد ولا بأي مفصل، هي مفاصل حياتية، قد يجد نفسه المرء في مفاصل متأخرة
أكثر عطاء وأكثر دهشة وأكثر إدهاشا. كل الشكر والتوفيق لك نبال أحمد ديبة على هذا الحضور الكريم، شاعرة وتربوية وإنسانة قبل هذا وذلك. شكرا جزيلا دكتور. كنت أتمنى بس أن أوجه رسالة إلى ابني المسافر في الغربة أن أقول له هذه القصيدة ممكن؟ باختصار شديد جدا. نعم تفضل. محكي حلو يعني كمان. تفضل. يا أمي يا أمي يا وجع هالكلمات، يا أمي يا وجع هالكلمات، يا صوت نغمة النايات، قلبي راض عليك يا أمي، يا عيون فيها أجمل الذكريات. رح ضل أدعي لك يا ضنا، يا مويا ما هالقلب آهات، بتخيلك جاي مثل فراشي يا أمي، وتحط عكتافي تبوسني بخدي وتضمني وغمض عيوني ويروح همي. آه آه يا أمي، بس وحياتك يا أمي، لعيونك رح امسح دمعاتي، ودعي لك ترب يحميك لعيونك الجاي من بعيد، تحمل أمل ومواعيد، رح نغزل فرح وأمل ومواعيد. يا أمي يا وجع هالكلمات، يا صوت نغمة النايات، يا أمي يا وجع هالكلمات. شكرا جزيلا دكتور. شكرا. وأشكر شكراً لكم إنتاجكم هذا وإبداعاتكم المتواصلة. شكرا. ونلتقي إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. الشكر موصول أيضا للسادة المشاهدين. ختاما نقول يبقى الأدب سفر الروح يلخص تداعياتها، وبحر عميق غني بالمعاني، جوهره الإبداع الذي لا يتقاعس عن تجديد نفسه. لنتذكر دائما أن كل لحظة يمكن أن تكون نصا، وكل نص يمكن أن يغدو عالما كاملا. شكرا لمرافقتكم إيانا في رحلة الشغف. نتطلع إلى لقائكم مجددا في آفاق جديدة من الإبداع. دمتم برعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.